طبعا الكتاب بيقول لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون والكتاب بيقول لا تنتقموا لانفسكم لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير شو رايك في نهايه هذا الحلقه احنا معانا يمكن دقيقه ونص شو رسالتك ايه اللي عاوز توجهه للناس المشاهدين انا الحقيقه عايز نقول احنا فرحانين جدا برجوع عصر الاستشهاد وبنقول يا ريت كلنا نكون مستعدين في كل لحظة إن ننال إكليل الشهادة وعايز نقول برضو استعدادنا يحتاج للتوبة ويحتاج إن إحنا نرجع من بقلوبنا لله ونقدم توبة كاملة لأنه التوبة بتعيد أو بترجع للإنسان الصورة الجميلة بتاعته كابن لله وبتخلينا مستعدين للقاء ربنا فالرساله اللي انا عايز نقولها ان احنا التجارب والضيقات حنفرح بيها لان احنا نثق ان الله لا يجربنا فوق ما نحتمل والحاجه الثانيه ان احنا نشعر باستمرار ان احنا مستعدين وشهود لربنا بكل وسيله ممكنه.